أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم والرب يحفظكم، آمين. لدينا أخت، وأختنا المباركة لديها موعد لإجراء 3 عمليات وتطلب صلاة من أجلها. إخواني وأخواتي، نصلي معا من أجل أختنا المباركة. نريد أن نقول أيضا إننا عائلة واحدة، لا يهم من أي بلد أو من أي طائفة أنت أو أنت، ولا يهم من أي معتقد أنت أو أنت. تربطنا روح واحدة هي روح الله، ومصير واحد هو مصير الله أيضا. نصلي معا من أجل أختنا، وعندما نقول أختنا أو أخونا بمعنى روحنا، نكرر ونقول لأننا روح واحدة وأيضا مصير واحد. وأكتبوا لنا أيضا لو لديكم حاجات نصلي من أجلها. دعونا نصلي معا. نصلي من أجلك أختي المباركة، إن الرب يباركك ويحميك ويملأك الآن بصحة عظيمة، وملائكة السماء الآن معك يملؤك بقوة وسلام ومحبة الله. يا ملائكة السماء والأرض، ويا كل قوى الخير، يا قديسين السماء والأرض، يا جبرائيل العظيم، يا ميكائيل العظيم، يا رافائيل العظيم، يا مريم العذراء، يا مار شربل، يا قديسة رتا، نسألكم أيضا أن تباركوا أختنا وتصلوا من أجلها. تصلوا من أجل صحتها ومن أجل عواطفها ومشاعرها. تبارك حياتها وتبارك روحها وتبارك أفكارها. أختي المباركة، استلمي شفاء تام وصحة تامة الآن. استلمي محبة الله وقوة الله وسلام وروح الله. استلمي ضوء الله. ضوء الله يخترق كل خلية من خلايا جسمك الآن. ضوء الله يحميك، وضوء الله يشفيك تماما. ضوء الله يزيل كل ورم وكل طاقة سلبية وكل روح سلبية وكل فكر سلبي. روح الأمراض، باسم الإله العظيم نأمركم أن تغادروا جسد أختنا إلى الأبد. ليس لديكم سلطة على هذا الجسد، إنه جسد الله. يا إلهنا المقدس، نرفع لك روح وحياة وصحة أختنا، أن تملأها بسعادة عظيمة وبصحة عظيمة وبقوة عظيمة من قوتك ومن صحتك. تعيشين أختي باسم الإله المقدس حياة عظيمة مليئة بالفرح والصحة والسعادة الأبدية، آمين. نشكركم أيضا أخواني وأخواتي الأعزاء على مشاركتكم في هذه الصلاة معنا. نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم والرب يحفظكم.